صادق مجلس النواب الكولومبي على اتفاق السلام الجديد الموقع بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية المعروفة باسم فارك، وذلك غداة إقراره في مجلس الشيوخ. وقد صوت النواب بالإجماع على الاتفاق بحساب 130 صوتا، وبذلك يضع الاتفاق حدا ل 52 سنة من النزاع المسلح بعد أن كان رفض خلال استفتاء في 2 أكتوبر الماضي بهدف تضمينه اقتراحات من المعارضة. وبهذه المصادقة يبدأ العد التنازلي لنحو 7000 عنصر من فارك بالتخلي عن السلاح وتشكيل حزب سياسي.